مش مستحبة إجراء عملية البواسير أثناء الحمل إلا في ظروف معينة جدا، هو فيها ظرف أو ظرفين محددين. أول ظرف إن في نزيف شديد جدا لا يتوقف، وابتدت المرأة تفقد نسبة الهيموجلوبين وابتدت تخش في أنيميا حادة ونزل الهيموجلوبين عن 10، فهنا يفضل إن احنا نخش ونعمل ربط. أو إن هي تضخمت وحصل فيها إديمة يعني تورم شديد جدا، فقفت لها قناة شرجية فمش عارفة تتبرد. الحالتين دول هما الأساس اللي ممكن نعمل أثناء الحمل، لكن في العموم أي عملية يمكن تجرى، وخاصة بعد أول ما تعدي أول 3 أشهر من فترة الحمل ابتداء من الشهر الرابع.